كانوا جدودنا يا ولادي يزرعوا ويحصدوا حتى بالحر. شايفين رغيف الخبز هاد كان يجي بعد تعب كبير. يا ريت يرجع الزمن ونعيش زي أجدادنا عالتعب والبساطة. بابا ممكن ندخل آلة الزمن ونرجع للماضي؟ لا لا مستحيل. ومع إصرار سوسو اضطرت العائلة دخول آلة الزمن للعودة إلى الماضي. كسلوا يلا بسرعة. بابا في هنا شيبس وعصير وهيك، ما في هنا دكانة بيبيعوا إشي زاكي، كل شي بده تعب كتير. يلا حرافي لا تتشاكي. اشتركوا الآن.